ما هي الدبلوماسية؟ الدبلوماسية هي الطريقة المعمول بها للتأثير على قرارات وسلوكيات الحكومات والشعوب الأجنبية من خلال الحوار والتفاوض وغيرها من التدابير دون اللجوء إلى الحرب أو العنف أو الممارسات. والممارسات الدبلوماسية الحديثة هي نتاج لنظام الدولة الأوروبية بعد عصر النهضة. وتاريخيا فإن مفهوم الدبلوماسية يعني إدارة العلاقات الرسمية، عادة تكون علاقات ثنائية بين الدول ذات السيادة. وفي القرن العشرين تم تبني الممارسات الدبلوماسية الرائدة في أوروبا في جميع أنحاء العالم، وقد توسع مفهوم الدبلوماسية ليشمل اجتماعات القمة والمؤتمرات الدولية الأخرى والدبلوماسية البرلمانية والأنشطة الدولية للكيانات فوق الوطنية ودون الوطنية والدبلوماسية غير الرسمية من خلال العناصر غير الحكومية والعمل في الخدمة المدنية الدولية. أما مصطلح الدبلوماسية فقد تم اشتقاقه من الكلمة اليونانية القديمة ديبلوما، أي الوثيقة المطوية. وقد منحت هذه الوثيقة المطوية والتي غالبا ما تكون تصريح سفر امتيازا لحاملها، وقد جاء المصطلح للإشارة إلى المستندات التي من خلالها منح الأمراء هكذا امتيازات. وقد أصبح مفهوم الدبلوماسية في وقت لاحق محددا بالعلاقات الدولية وأهملت الصلة المباشرة بالوثائق. وفي القرن الثامن عشر جاء المصطلح الفرنسي دبلوماسي للإشارة إلى الشخص المخول بالتفاوض لأجل مصلحة الدولة، ويجب عدم الخلط بين مفهوم الدبلوماسية والسياسة الخارجية. فالدبلوماسية هي الأداة الرئيسية للسياسة الخارجية، ليست الوحدية التي وضعها القادة السياسيون والتي قد تكون بنصائح من الدبلوماسيين. بينما تقوم السياسة الخارجية بتحديد الأهداف ووصف الاستراتيجيات وضبط التكتيكات الرئيسية لاستخدامها في تحقيق الأهداف، كأن تقوم باستخدام عملاء سريين أو أن تقوم بإعلان الحرب أو أي شكل من أشكال العنف بالإضافة إلى الدبلوماسية لتحقيق أهدافها. وقد تكون الدبلوماسية قسرية لكنها غير عنيفة، كأن يتم استخدام فرض العقوبات على دولة ما وعلى عكس السياسة الخارجية التي يتم الإفصاح عنها علنا. فإن معظم الإجراءات الدبلوماسية تتم بسرية تامة على الرغم مما يتم نشره من تقدم ونتائج في مباحثات الدبلوماسية في العلاقات الدولية المعاصرة.